وسهلا بكم في الدرس 134 مع كلمة مهمة، كلمة charge. charge سوف تعلم هذه استخدام هذه الكلمة في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إجابة، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. كلمة charge لديها عدة معاني، أهم هذه المعنى معاني تأتي بمعنى الشحنة أو شاحن، رسم، مسؤولية أو ثمن. خلنا نأخذ أمثلة حتى نتعلم كيف نستخدم كلمة charge. charge لا تنسى تكرار هذه الكلمة عدة مرات وجميع العبارات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا. The police decided to charge him. The police decided قررت الشرطة the police to charge him اتهامه. قررت الشرطة اتهامه. The police decided to charge him. اقرأ معي. The police decided to charge him. ممتاز. المثال الثاني. You pay a small charge for it. You pay أنت تدفع a small charge رسوما صغيرة for it مقابل ذلك. You pay a small charge for it. You pay a small charge for it. ممتاز. أما الآن أهم مرادفات كلمة charge. guilt تهمة. picture رسم أو رسمة أو صورة. picture. shipment شحنة. price ثمن. price ثمن أو قيمة. charge هذه أهم مرادفات كلمة charge، احفظها جيدا أيضا. أما الآن ضع كلمة charge في جملة واكتبها أسفل في هذا الفيديو. استخدم كلمة charge في جملة. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا بالحلقة القادمة مع كلمة جديدة ومهمة أيضا، كلمة check. انتظرونا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.